صبحي مساعد وزير الرياضة نائبا عن الوزير والصديق المهندس خالد عبد العزيز. برحب بكل الحضور الكرام من أهلنا في الرياضة في الصحافة الرياضية وزملائي في دار أخبار اليوم. الحقيقة دار أخبار اليوم مملوكة للشعب، عليها واجب وطني زي كل المؤسسات الوطنية اللي في الدولة. أحد واجباتنا، وده الحقيقة إحنا ما يعني الكلام ده عمره فوق 50 سنة، بنذكر إن الأستاذ علي أمين والأستاذ مصطفى أمين عملوا أول لقاء رياضي في مصر لمنتخب البرازيل مع المنتخب المصري، وذكر إن إحنا خسرنا 3-1، وكان ده حدث يعني داخلين في 55 سنة. وأنشطة كثيرة جدا رياضية، نذكر منها لقاء المنتخب مع نادي إيزي روما لو أنا فاكر، ده تقريبا في نهاية التسعينات. الحقيقة إن دور أخبار اليوم في كل الأنشطة اللي ممكن تسهم في خدمة الشعب على رأسها الرياضة. إحنا مستعدين للقيام بيه. بنفكر في حاجات كتير ممكن يعني أقول إشارات منها لحضراتكم، ولكن إذا كان دور واجب وطني فممكن نقوم بدور الواجب الوطني من غير ما نخسر فلوس. ده الفكر بتاع يعني الاتفاق اللي بيتم توقيعه اليوم، إن إحنا بنقوم بواجبنا الوطني دون أن ننفق ما لا يجب إنفاقه من أموال الشعب على أنشطة أخرى غير الأنشطة الرئيسية اللي أخبار اليوم اللي هي الطعم والنشر. يبقى زي ما حضرتك بتقول وين 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 الطرفين والشعب. في حاجات تانية بنفكر فيها في مجال الرياضة، بنحلم زي ما بيقول الأستاذ محمد كامل إن إحنا نعمل موندياليتو في مصر في 2016، ونشوف حسب الأجندة الدولية وحسب الدول الأخرى مجاليد يعني كأس عالم مصرح، يبقى فيه 8 دول اللي فازوا بكأس العالم وما 8 دول. بنفكر في إحياء كأس العرب أو كأس فلسطين، وإن الرياضة تكون وسيلة للتعريف بين الشعوب العربية، مش وسيلة زي ما شفنا في فترات سابقة للتفرقة بين الشعوب العربية وإثارة نعرات مقيتة الحقيقة يجب إزالتها، ويجب التركيز على ما يجمع الشعوب العربية. بنفكر في إحياء الدورة الصيفية اللي كان بيعملها نادي الاتحاد السكندري ولما كان على اسكندرية. المسألة دي ممكن نعملها من غير برضه نكسب وننفق منها على أشياء أخرى. بنتكلم على زي ما قال الأستاذ محمد كامل، طبعاً أنا انبسطت إنه يفكر في جزء من العائد اللي سندوه تحيا مصر. احنا عملنا الندوة بتاعت منتدى الأخبار عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، وبنسعد إن كان ليها دور في دعم هذا الصندوق وشرفها السيد رئيس الجمهورية. وبنأمل إن شاء الله اليوم 7 و8 و9 سبتمبر يعني يوم الأحد والاثنين والثلاثة الجايين إن احنا بنعقد أكبر حدث اقتصادي في مصر من سنوات، هو مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي مصر طريق المستقبل. بنتشرف إنه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبنأمل إن شاء الله إنه يعني يشرفنا بالحضور طبقا يعني لمشاركه. المؤتمر بيجمع الحكومة الوزراء المعنيين مع مجتمع الأعمال المصري والعربي مع خبراء الاقتصاد، ومتمنى إنه يخلص لحلول للمشكلات اللي بتعوق الاستثمار، وانه يكون تحضير جيد لقمه مصر الاقتصاديه اللي هتنعقد ان شاء الله في فبراير القادم، والقمه اللي دعا اليها الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين. في كل الاحوال احنا منفتحين على اي افكار. في دكتور سامي عبد العزيز دلوقتي بيقدم اقتراح ان احنا نعمل دوره شتويه في فترة بين الدور الأول والدور الثاني في صعيد مصر،
دي فكره برضه مطروحه. الرياضه الحقيقه ما تقتصرش عندنا على كره القدم بس، بنفكر في العاب اخرى، وان احنا يبقى في نوع منها للترويج السياحي لمناطق عندنا في مصر. مصر مش هي القاهره صحيح، بنسميها مصر لكن مش هي كل مصر. احنا متفقين على اي افكار وبندرس، وزي ما بقول فكره المونديالين مش مجرد فكره بنقولها، هنشتغل عليها، اتكلمنا فيها مع عدد من الخبراء ومع رئيس اتحاد الكوره. فكره كاس العرب ايضا اتكلمنا فيها مع رئيس اتحاد الكوره، اتكلمنا فيها، اتكلمنا يا استاذ عمرو على افكار كتير، ونشوف امكانيه قامتها. وفي الاخر رغم التكاليف او الاعباء اللي ممكن هذه الافكار يعني بتعمل اعباء كتيره، انما الحقيقه العائد مش بس العائد المادي، انما العائد المعنوي والعائد السياحي والعائد على اسم مصر وعلى ناس. يعني لو عرفوا الخطب ان مصر وطن مستقر ومن الان يعني مستقر في البلاد، مناسبات زي كده و يعني مباريات رياضيه او دورات رياضيه كبرى، مهرجانات فنيه، ملتقيات ثقافيه وصحيه، اكبر رد على اي دعوه اخرى واكبر دليل على استقرار مصر. هو احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله ان نشوف الملاعب المصريه من جديد، ودي الحقيقه يعني عيب على الرياضه المصريه وعيب على جسم الامن المصري مش قادر يتامن الملعب، هتامن دوله ازازه ما كانتش قادره تامن الملعب، وهتامن 90 مليون ازازه ما كانتش قادره تامن 68 مليون في استاد القاهره. يعني الحقيقه المساله مش كام؟ 68 مليون؟ 68 ألف طبعا، إذا كانت ساعة سامحية يعني. بنتمنى إن شاء الله نشوف الجمهور المصري في الملاعب، وبنتمنى بإذن الله أن مصر الحرية والكرامة والاستقرار. شكرا جزيلا.